فاليوم وتخليدا لليوم العالمي للحصول على حق الحصول على المعلومات ارتأت اللجنة لجنة الحق اللجنة الوطنية للحق للحصول على المعلومات كذلك بشراكة مع جامعة محمد الأول أن تخلد هذا اليوم برحاب الجامعة. وكذلك كان هناك دعم من ولاية جهة الشرق لهذا اللقاء، وهو لقاء جد مهم بحيث حضره يعني مختصين في الميدان، وحضره كذلك سيد وسيط المملكة، وحضرته كذلك لجنة المجلس الإداري ديال اللجنة ديال الحق للحصول على المعلومة. وهذا اللقاء يعني كانت فيه محاضرات جد قيمة وكذلك ورشات للتكوين، وتمحور هذا اللقاء حول معايير تقييم يعني الحصول على المعلومات. ف يعني الفترة الصباحية كانت هناك محاضرات حول الموضوع، وفي المساء ستكون هناك ثلاثة ورشات التي يعني يحضر لها إن شاء الله مؤطرين، وكذلك سيستفيد منها يعني المنتخبين ديال الجهة، سيستفيدون كذلك بعض المسؤولين في الإدارات التي يعني ستوضح لهم هذه المعايير وتقييم كذلك هذا الحق ديال المعلومة.